علاش البنك نورمالمون ما كتقدرش تعطيك اكثر من 2 او 3% كوم ايتون ان تو دو روندمون يعني النسبه ديال الفائده في العام لي كليون ديالها يعني جيتي بلاصيتي 10000 درهم 100000 درهم مليون ديال الدرهم البنكه ما كتقدرش تعطيك اكثر من 2% 3% في العام ولكن انا كنقول لكم ك 10% في الشهر سهله في لو تريد كيفاش علاش البنكه حتى هي ما ديرش بحالك علاش البنكه ما تجيش ودير بنفس لو بلان ديالك ودير 10% 20% في الشهر ايوا تبدا تبارطاجي مع الناس هي لي بينيفيس ديالها تبدا تعطي لها 10% في الشهر وهذا 5% في الشهر وتبدا تفرق الفلوس والناس تدخلهم فلوس بزاف دونك علاش البنكه ما كتقدرش دير بحالك هذا هو الموضوع ديال لا فيديو ديالنا اليوم علاش البنكه ما كتقدرش دير لا بيرفورمانس اللي كنديروها حنا لي تريدر دونك نخليكم في الاول مع الانترو بزاف ديال الناس اللي سمعوهم اكتوالمون كنقول لهم كتجيهم بلوتو غريبه الفكره ديال 10% 15% 20% من لو تريدين في لا بورس في الشهر حيت نورمالمون في البنكه ملي كيحطوا فلوسهم كيلقاو يعني لا بونك كتعطيهم يعني ماكسيموم 3% بلا ما كنشوفوا يعني داكشي ديال لامبو في الاخر كتلقى لهم غير 1-2% 1.5% كتجيهم هذه الفكره غريبه وكتجيهم يعني تخربيق او لا يعني عمليه ديال النصب الوغ كيف ما انا توجور كنقول لك انت كتعرف شنو كدير اكطوالمون في لو تريدين الى سامبل دو رياليزي 10% ساهله باش دير 10% في الشهر ديالك كاينين دي بيرسون كيديروا 15 كاين دي بيرسون كيديروا 20 كاين اللي كثر بيان سور قبل ما نشرح علاش البنكه ما تقدرش دير بحالنا علاش هي عاجزه باش دير نفس لا بيرفورمانس اللي كنديروها حنا لي تريدر في لا بورس خلينا نشوفوا لي زافي ولا بلوتو نسمعوا لي زافي ديال دوطخ تريدر يعني ما تسمعوش هضره شي بوحديها ناخذوا 3 تريدر ان تريدر برو لي اكطوالمون عايش من لو تريدين دي تريدر اللي يعني تقريبا يلاه نضموا ليكول ديالنا تو الفا تريدين ما فيتش عام و اكطوالمون دي تريدر اتوديون تريدر يلاه جوينا لو بروغرام ديالنا ما كملت هذه دو موا ونشوفوا لا في ديالهم واش كيوافقوني الراي او لا وي وي بالنسبه ليا 10% في الشهر تري تري بوسيبل ملي كيكون عندك ان سيستيم اي كونط اون بار دو سيستيم كنهضر على ثلاثه ديال الحوايج كنهضر على اون استراتيجي مزيانه اللي غادي تكون عارف راسك علاش كتدخل وعلاش كتخرج من ان تريد كنهضر على اون بون جيستيون ديال سميتو ديال لو ريسك ديالك باش كنابيل ايغالمون الماني مانجمنت يعني عارف راسك شحال كتريسكي كل تريد وعارف راسك شحال كتاخد في التارغيت ديالك عارف راسك كلشي اي بيان سور لو بلوز امبورطون هي لا بسيكولوجي الا كنتي ضابط ليا هاد الثلاثه هادو مزيان وندخلهم في ان سيستيم فرا 10% في الشهر سي فريمون لو مينيموم اللي تقدر دير مي سي تري تري بوسيبل وي وي سار هذا ساهل بزاف انك توصل 10% حتى 15% من الكابيتال ديالك ولكن كيف ما قلنا تختار مزيان لو بلان دو تريدين السلام عليكم سي رضا كي داير خويا لاباس عليا كلشي بخير الله يحفظك بعدا بغيت نشكرك بعدا الله يخليك بعدا على المجهود اللي تدير صافي وقت ما محتاجين ناكل شي حاجه تلقى وقت ديما انت تجاوبنا الله يحفظك بالنسبه للسؤال ديالك تقريبا سهل بزاف سهل بزاف بالنسبه باش تغياليزي واحد 10% من الكابيتال ديالك في الشهر ممكن ممكن بزاف مثلا نضرب لك مثال ديالي انا كيف بحال داخل دابا تنجرب واحد 1000 دولار ودروكا كي بحال اوتريدي الصراحه يومين وتقريبا 70 دولار في دو تريد اللي حسبت على 1000 دولار هي هذيك يعني شحال بقات لي نهار اخر نزيد نكمل 10% يعني ما كامل حتى سيمانه باش نغيريز 10% وي بيان سور سي رضا بيان سور انا دابا واخا يلاه درت الباك تيست ديال 2 موا مي بان ليا كو زعما الا ريسبكتينا البلان ديالنا بيان سور كو المينيموم ديال البروفيت ديالنا غادي يكون 10% هادي المينيموم كيف ما سمعتوا 10% في الشهر ماشي انا بوحدي اللي كنقولها 10% ساهله انه ممكن ديرها في الشهر ولكن خاصها تكون عندك اون تري بون ايدوكاسيون خاصك تكون كتعرف شنو كدير يكون عندك ان تري بون بلان دو تريدين اون تري بون جيستيون دو ريسك واكطوالمون في الاخر ان تري بون اون تري بون بسيكولوجي يعني طوطالمون الا كانوا عندك هادو ممكن دير 10% في الشهر كيف ما كان لو كابيتال ديالك طونك تو انديفيديوال الوغ هنا السؤال اللي فتحنا به لا فيديو علاش اكطوالمون البنكه ما كتقدرش دير نفس لا بيرفورمانس ديالها 3% في العام ضد 10% مينيموم في الشهر علاش هذا الفرق الشاسع بين هاد لي روندمون بجوج الوغ خليني نشرح لكم علاش نتفقوا في الاول على واحد الحاجه ان تريدر قبل ما يدخل في اي بوزيشن كيكون عارف النيفو اللي باغي يكون رابح فيه والنيفو اللي كيكون باغي
يخسر فيه. يعني مثلا الا شرى واحد السهم ب $100 كيكون عارف الا طلع $101 هيبغي يبيع برباح، ولا نزل ل $99 هيبغي يبيع بخساره. يعني هذا كمثال. دابا متفقين على هذا لو برينسيپ. ثانيا خاصنا دابا نفهموا كيفاش كتتم هذه العمليه ديال الشراء والبيع اللي كنسميوها حنا لي تريدر، كناخذوا اون بوزيشن ولا كنسدوا اون بوزيشن. نقولوا كو مثلا سي مصطفى باغي يشري اسهم ديال شركه اكس، عنده ان كابيتال ديال 100000 درهم ولا ديال $10,000، يعني نتفقوا على الدولار كوميطون العمله اللي ندويو فيها في هذا لا فيديو، والثمن ديال السهم ديال الشركه ساوي $100، يعني يقدر يشري ماكسيموم 100 سهم. الا ضربنا 100 سهم في $100 هي $10,000 هي الكابيتال ديالو باش دخل. يعني باش يشري خاصو يدوز في ان كارني دوغتر ولا اللي كنسميوه دفتر الصفقات، اللي هو واحد الكارني كيتلاقاو فيه الناس اللي باغين يشريو والناس اللي باغين يبيعو. هادشي كامل كيدوز اوتوماتيكمون، مي حنا غير كنبسطو للفهم فقط. سي مصطفى كيجلس يعني كياخذ بلاصتو في هاد لو كارني في جهه ديال لي زاشتور كيف ما كتشوفوا قدامكم في هاد المثال، والناس اللي باغين يشريو كاملين كيكونوا تماك، وكيقول لهم انا بغيت نشري 100 ديال 100 سهم ب $100. في هاد الحاله غادي يحتاج السي عمر في الجهه الاخرى اللي حتى هو كان غاد كان ديجا شاري ودابا باغي يبيع لشي واحد هذوك الاسهم ديالو، باغي حتى هو يبيع 100 سهم ب $100. الصفقه كدوز في هاد الحاله عاديه، وواحد كيتباع ليه واحد كيتشرى ليه، وهنا كنشوفوا المارشي شنو غادي يدير. يعني المارشي الا طلع للسوق ل $101 غادي يربح يعني $1 لكل سهم اللي هي $100 ديال الربح. $1 ضربناه في 100 هي $100 ديال الربح، ولا خسر يعني $1 للسهم اللي هي $100 ديال الخسارة حيت ينزل 99. يعني هنا كنكونوا ديجا عارفين شنو هيوقع في السوق في حالة الربح، شحال نربحو وشحال في حالة ديال الخسارة شحال نخسرو. انا سي مصطفى كون كان اكتوالمون ان اتيديون ديال ليكول ديال ناتو الفا ماستر مايند غادي يعرف انه منين غادي يربح، غادي يربح $100، ولكن الا كان غيخسر يحاول ماكسيموم ينقص الخساره ديالو. يعني عنده الاساليب اللازمه باش ينقص الخساره ديالو، يعني يقدر ينقصها ل $20 او لا في بعض الحالات انه ما يخسر والو، يعني كيفيزي $100 في الربح وما كيفيزي والو في الخساره ديالو. كان خاصني نفتح هذا القوس باش نشكر لي اتيديون ديالنا يعني على الجهد الجبار اللي كيديروه باش يطوروا من راسهم باش يتحسنوا. اجي نشوفوا دابا من الجهه ديال البنكه، الا جا طبق لو ميم بلان. البنكه هنايا ما عندهاش $10,000 في حال سي مصطفى، ولكن عندها دي مليون دو دولار اللي كتجاريهم غير حجم نقول دي مليار. مي باش يبقى يعني المثال واضح، نقولوا ان البنكه عندها غير 10 المليون ديال الدولار اللي هي 10 المليار، اللي في هذه الحاله ديالنا الا كنت باغي تشري نفس السهم بنفس الطريقه غادي تشري منه 100,000 سهم. ديروا الماط عادي، 100,000 سهم ضربوها في $100 هي 10 المليون ديال الدولار اللي هو الكابيتال ديال البنكه. هنا البنكه هتجي الكارني دوغد وتقول لهم بغيت شي واحد يبيع لي 100,000 سهم $100. غتلقى سي عمر اللي لقيناه قبيله اللي عنده غير 100 سهم غادي يبيعهم ليها، وغتلقى قولوا 10 ديال الناس واحد اخرين باغيين يبيعوا يعني التوتال ديال الاسهم ديالهم في ديك $100 اللي هي 10,000 سهم في هذاك لو نيفو كيف ما قلت لكم. ومن بعد ما بقى حتى شي فوندور بداك الثمن. هنا البنكه خاصها تطلع الثمن اللي باغا تشري به حيت سالوا الناس اللي باغين يبيعوا ب $100. دابا كاينين غير ناس واحد اخرين في 100.1، يعني لو بري ولا كيطلع وهي مازال ما شرات الكميه اللي خاصها تشري. نقولوا انها لقات اللي غادي يبيع عليها داك الشيء اللي بقى ليها كامل، غتلقى راسها انها شاريه بواحد لا مويان اللي طالعه، واللي نقولوا انها يعني في هذا المثال اللي 100.5، يعني نورمالو في لو ريال غتكون اكثر، مي نقولوا للتبسيط 100.5 للسهم. اذا هنا المعادله تبدلات، يعني بنفس لو بلون بنفس الاناليز ديالنا بالطريقه اللي كيدخل بها ان تريدر عادي، كنا كنبيعوا في $101 برباح او لا $99 بالخساره. هنا البنكه الى طلع ل $101 غادي تربح غير $0.5، حاجه عاديه حيت شاريه بان مويان ديال 100.5. فرق ما بين 100.5 و 101 هي غير $0.5 ديال الربح، ولكن هنا في حاله الخساره غادي تخسر $1.5 للسهم، اللي هنايا الخساره ولا نسبه الخساره كتعادل 3 ديال المرات الربح. هنا ذكرت غير احتماليه بسيطه وبسيطه بزاف اللي قد شنو يقدر يطرى في السوق، ولكن ما ذكرتش مجموعه ديال الاحتمالات اللي هيضروا يعني البنكه.
مثلا انها منين ان فوندور يشوف هذيك لا ليكيديتي اللي داخله للسوق كبيره بزاف يعني يشوف 100000 تيتر باغي تشرى يعني هيقول راه كاين يعني واحد لانتيري للشراء في هذاك لهذاك السهم يعني بزاف ديال الناس يكونوا انتريسي ليه علاش ربما عنده شي خبر زوين ربما العائده ديالو مزيانه ربما يقول بلاتي ما نبيعش انايا خليتي يطلع لو بري عادك شو هرمون نقدر نبيعه هنا البنكة ما هتلقاش اصلا شكون اللي يبيع عليها في هذاك لو نيفو باش تقدر تطبق لو بلون ديالنا هادشي اكطوالمون اللي كيخلي البنكة انها عاجزه على انها تدخل بنفس الطريقه اللي كيدخلوا ليها لي تريدر علاش حيت لا ليكيديتي ديالهم صغيره بزاف يعني كيقدروا بسهوله يدخلوا للسوق ويخرجوا من السوق ماشي بحال البنكة اللي عندها يعني واحد لو كابيتال كبير بزاف لانها تقدر تجري طبيعة الحال البنكة عندها مجموعة من الأساليب باش أنها كتدخل البورصة ومجموعة من الأسواق المالية الأخرى باش تجري هذوك الفلوس ديالها مي هذوك يعني الكمية ديال الفلوس بزاف وهذيك لا ديفيرسيفيكاسيون ما كتخليهاش أنها دير نفس لا بيرفورمانس ديال لي تريدر اللي هي 10% 20% 15% في الشهر اللي هي عائدات معقولة إلا كنتي كتعرف شنو كدير 10% كيف ما شفنا ممكنه في الشهر الا كنتي عارف شنو كدير و الا كنتي واخد لو تريدين كانه خدمه و سيريو ومشي انه قمر الا كنتي واخدو بنفس الاهميه اللي واخدين الناس ديال الاي كوميرس ولا الناس ديال اي بيزنس كاين اونلاين نتمنى بيان سور ان لا فيديو تكون عجبتكم وانكم استفدتوا منها ما تنساوش سبسكرايب فلاشين ديالنا ما تخليوش لنا لايك اي بيان سور ما تنساوش انكم ما تخليوش لنا ان كومونتير باش نديرو دي زوتر فيديو اللي تستافدو منهم في الفيديو Peace.